صباح الخير. صباح. انت تاني؟ صباح الخير بقول. صباح النور. على فكرة انا ما حبيتش ان انت تشتري من بضاعتي يعني غصب عني. وانا ما حبيتش انك تحرميني من حقي ان اشتري الحاجة اللي انا حاببها لمجرد انك فاهماني صح. قصدي غلط. اصل يعني ما فيش حاجة يعني تخليني افهمك صح او غلط. وبص اوعى تفتكر يا ريت. تستهني بالله. هتديني فرصة اتكلم. تتكلم تقول ايه؟ غالي انا في حاجات كتير قوي عايز اقولها وعايزك تسمعيني. انا من ساعة ما شفتك وانا مش قادر افكر غير فيكي. مش عارف ايه اللي بيحصل لي. تصدق لو قلت لك ان انا هنا غصب عني؟ وانا ممكن اقعد. اه تعال. مش كده؟ اه اتفضل. صباح الخير. صباح الخير. واضح ان انا جيت في وقت مش مناسب. اتفضل اتفضل. ما هي ابتسمت لك وقلت لك انه ممكن انه ينفع وتفضل. اتفضل. بموت في ضحكة غالية. تجنن. نسيت اعرفك بنفسي. انا المخرج عبد الله الروقي. وغالية كانت مراتي. اتفضلوا. انا اسف ان انا قطعت كلامكم. انا عايز اعرف ايه اللي انت بتعمله ده. في ايه استاذ عبد الله؟ اللي حضرتك بتعمله ده مش ظريف. انا اعرف مدام غالية وبشتري من عندها. عندك مشكلة في ده؟ ثانية واحدة. هو ملوش دعوة انا بكلم مين وبعمل ايه. أستاذ مراد أنت كنت عايز تقولي حاجة. أكيد. بس للأسف الوقت ما بقاش مناسب. هبقى أقولك اللي أنا عايز أقوله في وقت تاني بعد إذنك. استنى يا أستاذ. استنى. إيه الثقة اللي في النفس دي وأنت بتتكلم والثبات الإنفعالي الكبير قوي اللي أنت فيه ده؟ برافو. برافو. وأنت متخيل بقى إن أنا المفروض أخاف منك ولا؟ لا أنا مقلق. بوجه عام أنا مقلق. وخصوصا لما يكون في موضوع ما بيني وما بينك ببقى مقلق قوي. لا يبقى اسال انت بس عن مراد السويفي. لا ده مكان شغل وانا ماليش دعوه بالحوار ده. مفهوم؟ هو انت ما مشيتش انت كمان ليه؟ انت ايه علاقتك بالراجل ده؟ مالكش دعوه، حاجه ما تخصكش. يعني في حاجه ومش عايزه تقولي. بص انت المفروض مالكش دعوه بيا ولا بحياتي. بس هو عشان الموضوع حساس وانا هتفهم غلط انا ما كنتش رايحتك. انت بالنسبه لي ابو بنتي وبس. مش هسمح لك ان انت تتدخل في حياتي تاني. حضرة هايلة. فين الإجابة؟ علاقتي بالراجل ده زي ما هو حكى لك وقال لك كل حاجة. مفيش أي حاجة تانية. زبون عادي يعني. أنا جاوبت. لا يا هانم. إحنا صحيح اتطلقنا لكن بنتي عايشة معاكي وأنت اللي بتربيها. فهيبقى من الطبيعي ان انا ابقى حريص اطمن عليها بتتربى كويس ولا لا وعايشه في اجواء سليمه ولا لا. اي تلميح بالنسبه لي مش هسمح لك. انا ما بلمحش. انا بلفت نظرك بس ان في طفله بينا. بنتنا تيا. ده ردا على جملتك اني ماليش دعوه باللي انت بتعمليه. جملة غلط ومش مظبوطة. وخصوصا
لو كان الموضوع ليه علاقة براجل ممكن يدخل حياتك. دي بقى لازم أعرفها، لأن هيترتب عليها حاجات كتير قوي. كل ما اجي اعمل خطوه عشان اقرب يحصل شيء سخيف ودمه تقيل يبوظ كل حاجه. بس المره دي بقى الموضوع كان سخيف بزياده. عمر، مش يمكن دي علامه من ربنا عشان تخلع من الموضوع ده؟ لا بالعكس، انا حاسس ان الفتره اللي جايه في حياتي كل حاجه هيبقى ليها علاقه بغاليه. انت مش فاهم يا عمر، البنت دي لما بشوفها بيحصل لي ايه؟ يعني شداني من اول مره ما شفتها. انت عارف لما تبقى، بس انا مش عايز اقطعك يعني من المود الرومانسي الجميل اللي انت عايش فيه ده وعمال اسمعك من الصبح، بس انا عايز اقول لك على حاجه تانية. انت عندك مشاكل اكبر من كده بكتير. مشاكل ايه؟ مش فاهم. وانت ما بتشوفش الباشا خالص؟ لا ما شفتوش ولا النهارده ولا امبارح. في ايه؟ صباح خير. صباح الفل يا بوب، عامل ايه؟ معلش عمر، انا عايز اقعد مع مراد شويه. طيب ماشي، انا في مكتبي. طيب حبيبي. في ايه يا عم؟ ده كان لسه هيقول لي حاجه ليها علاقه بابويا كنت عايز اعرفها. لا، ما انا هقول لك هو كان عايز يقول لك ايه. ايه بقى؟ انت عرفت موضوع خساره البورصه بتاع امبارح؟ خساره ايه؟ لا ما اعرفش حاجه. مش الباشا قال لك تبيع اسهم الشركه بتاعت تي بي سي؟ اه، وحصل، وبلغت التريد ده لعامر وصفي وهو اكيد نفذ. ايه اللي بتقوله ده؟ انت بلغته ازاي؟ ايه اللي بلغته ازاي يا ايهاب؟ بلغته زي ما بنبلغ، بالايميل طبيعي. بس عامر وصفي ما عندوش علم الموضوع ده خالص، والبيعه ما تمتش وخسرنا 35 مليون. يا نهار اسود، ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا هكلم عامر وصفي يجي لي حل. استنى بس، الباشا عايزك جوه. ايوه كده، انت عملت الصح. بيتصل بيا من الصبح بيديله مقفول. برافو عليكي، بلا قله قيمه يا شيخ. بس عارف ايه المشكله؟ ان ده شغل، يعني انت برضه لازم تفصلي، مش كده ولا ايه؟ لا، ما انا كلمت عادل اللي بيشتغل عنده في المكتب، قلت له ان انا عيانه النهارده. بس عارفه ايه المشكله يا هدير؟ النهارده كاستنج الموديل بتاعت الاعلان، هتبقى الدنيا فوق بعضها. هو انتوا بتختاروا الموديل بتاعت الاعلان؟ هتكون البطله يعني؟ طب اقول لك ايه، ما تديني عنوان المكتب ده. اشمعنى؟ عادي، اروح اجرب حظي، مش يمكن انفع؟ ولا يعني المودلز المقشفين دول احسن مني؟ حتى يعني ستايل مختلف. هدير، انا لسه صاحيه من النوم مش على الصبح. في ايه؟ هو انا بقول لك كلميه وسطي عليا؟ انا بقول لك هروح اجرب، عجبته عجبته، ما عجبتوش خلاص، ولا اجيب سيرتك اصلا.